السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن محمد علي واليا على مصر. طبعا السؤال هنا ممكن دلل على صحة العبارة: بعد رحيل الفرنسيين عانت مصر من الفوضى والتصارع القوي بين أولا العثمانيين والمماليك والإنجليز. العثمانيين كانوا بيرى ان هم اصحاب الحق الشرعي في ان هم يسيطروا على البلاد، لان مصر اصلا كانت ولاية عثمانية، فعينوا السلطان العثماني عديد من الولاة، ولكن طبعا كانوا بيحملوا كانوا بيتقتلوا نتيجة المؤامرات اللي كانت بتتدبر ضدهم. اما بالنسبة للمماليك تطلعوا الى السلطة. طب ليه؟ لان هم كانوا بيقولوا ان احنا لينا الحق في حكم البلد لتصديهم للفرنسيين في معارك عديدة. يبقى السؤال هنا ممكن يجي بما تفسر. نيجي نشوف النقطة اللي بعد كده: ولكن لم يتمكنوا من الوصول للسلطة، بما تفسر؟ ليه؟ ليه المماليك ما قدروش يوصلوا للسلطة؟ بسبب الصراعات فيما بينهم ونهب ثروات البلاد دون النظر إلى المصالح العامة. يعني كل اللي كان موجود بيناتهم إن هم عمالين خيانة فيما بينهم والدنيا دي، فما كانش فاضيين أصلا، فاضيين للبلد. نيجي بعد كده الانجليز. الانجليز رغبة الانجليز في السيطرة على مصر. هم ليه عايزين يسيطروا على مصر؟ قالوا لان هم كانوا طمعانين ان هم يسيطروا عشان يأمن طرق المواصلات بتاعتهم فين؟ في الهند. تمام؟ في قوة هتظهر معانا، قوة الزعامة الشعبية، وعلى رأس هذا القوة طبعا هم كانوا مجموعة من المشايخ والعلماء، فكان لهم دور كبير جدا في مقاومة الاحتلال، تمام؟ ونمو الروح الوطنية لدى المصريين، فضغطت هذه القوة الجديدة على العثمانيين علشان تولي محمد علي وفقا لشروطها، تمام؟ طيب نيجي نشوف النقطة اللي بعد كده. تولية محمد علي. بعد رحيل الحملة الفرنسية على مصر طبعا اتعينوا عديد من الولاه، ولكن كانوا بيتعجزوا عن دفع الرواتب الجند، وفشلوا في اداره شؤون البلاد، واقاموا بفرض الضرائب على الاهالي، مما ادى الى اجتماع زعماء الشعب ونقباء الطوائف بدار المحكمه في 13 مايو، تمام؟ بيقولوا ان احنا عايزين نعزل خورشيد باشا ونعين محمد علي. عمر مكرم توجه اللي هو نقيب الاشراف والشيخ عبد الله الشرقاوي، تمام؟ والعلماء الى محمد علي، والبسوه لبس الولاه، والبس يا اولاد، وخدوا عليه عهد ان هو مش هيعمل اي حاجه الا لما الا لما يرجع لهم. ولكن لم يقبل السلطان العثماني طبعا بتعيين محمد علي، ولكن لما الشعب المصري ضغط واصر على محمد علي فعلا وافق على تعيين محمد علي واليا على مصر، وقام بعزل خورشيد باشا 1805. ودي كانت أول مرة في تاريخ مصر الحديث إن الشعب المصري يعزل واحد ويعين واحد بإرادة الشعب، تمام؟ نيجي نشوف النقطة اللي بعد كده. حملة فريزر. اولا يا اولاد، محمد علي لما تعين واجهته مجموعه من الصعوبات والعقبات. اول حاجه يا اولاد ان هي حمله فريزر طبعا دي ارسلتها بريطانيا الى مصر 1807 بقياده فريزر. السبب فيها ان هم يستولوا على مصر، فاستولوا على مدينه الاسكندريه وراحوا رشيد، ولكن المصريين بقياده عمر مكرم قاموا هناك في رشيد، وتجمع الالاف من الناس علشان يلاقوا الانجليز في حماسه، وهزموهم فعلا عند رشيد وحماد، وانتهى الأمر بجلائهم عن الإسكندرية في سبتمبر 1807. طب هي ليه فشلت حملة فريزر؟ بسبب مقاومة أهالي رشيد وحماد، تمام؟ نيجي نشوف النقطة اللي بعد كده. طبعا الصعوبات اللي واجهت محمد علي زي ما انتوا عارفين. تاني حاجة عندي، علشان محمد علي ينفرد بحكم مصر، اولا اتخلص من الزعامة الشعبية. يعني يا محمد يا علي المفروض الزعامة الشعبية واقفين جنبك علشان تتعين، انت اتخلصت من الزعامة الشعبية؟ قال لك لان هم واخدين عهد عليا ان انا مش هعمل اي حاجة الا لما ارجع لهم. وخاصة كان النقيب الاشراف عمر مكرم اتخلص منه ازاي؟ دلل على ساحة العبارة. تخلص محمد علي من عمر مكرم، قام بنفيه الى دمياط 1809 وعزل الشيخ عبد الله الشرقاوي. تاني حاجة التخلص من المماليك. دي برضو من ضمن الحاجات اللي محمد علي عايز يتخلص منها بحكم مصر وينفرد بيها. فمحمد علي دبر 1811 مكيدة للقضاء عليهم اللي هم مين؟ المماليك، لأنهم طبعا عنصر فوضى وقلق، تمام؟ فدبر ليهم مذبحة في القلعة، دعاهم لأن هو يحتفل بخروج ابن توسون لقيادة الحملة في الحجاز، فقتل عدد كبير منهم في مذبحة القلعة.
طب هل خلصوا؟ لا طبعا، كان في بقية منهم. ابنه إبراهيم اللي جاء بعد كده اتخلص من باقي المماليك، وبذلك انفرد محمد علي بحكم مصر، وبدأ ان هو ينفذ السياسة اللي هو رسمها. تمام، طيب، وبكده نكون نهينا موضوع درسنا النهاردة. بس مراجعة سريعة كده، خدنا محمد علي ولي على مصر، وخدنا ايه هي القوة اللي كانت متصارعة على مصر، اللي هم المماليك والعثمانيين والانجليز، وطبعا الزعامة الشعبية دي ظهرت بدور واضح في تولية محمد علي. تمام، قلنا ازاي محمد علي اتولى، ان هو ممكن يجي اكمل العبارات، تم تعيين محمد علي بعد عزل خرشيد باشا، برافو الوالي العثماني. تمام، قلنا ازاي محمد علي الصعوبات اللي واجهته، قلنا حملة فريزر، وطبعا من ضمن الصعوبات الزعامة الشعبية والمذبحة القلعة اللي هو عملها عشان يتخلص من المماليك، وبكده محمد علي يكون اتخلص من الايه، من المؤامرات اللي ممكن تقف في طريقه. تمام، وبكده يكون نهينا موضوع درسنا النهاردة. نلقاكم في الدرس القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.